بين الجهات. بين الجهات في برنامجكم إكسبريسو، نذكركم بعد شوي باش يكون معنا في حوار حصري ألكسندرا روبيو مدير البنك الدولي بتونس، وباش نحاولوا تدخل معنا عبر الهاتف وزير الاقتصاد في نفس السياق. اتفاق البارح ساعة الاتفاق بين تونس والبنك الدولي مهم جدا، 23/27/2023، وأيضا الاتفاق فيما يخص الماد والكابل سومارين بين تونس وإيطاليا. دونك البنك الدولي باش يمول الجزء اللي معناه به تونس اوتوكا في الاستثمار الكل، والاستثمار الكل يفوق 800 مليون اورو، و البارح توقيع على اتفاق 247 مليون اورو تمويل البنك الدولي. طبعا نفهموا زاد كيف يرجع الى اخره. عديد المواضيع باش نحكيو اليوم مع تاكت، نحكيو على ليزونجاجمون تاع تاكت، نحكيو على الجوب فير اللي عملوه اوتوكا يساهموا فيه في ما يخص الاشخاص ذوي اعاقه، دونك والتشغيل نتاعهم الى اخره. عديد المواضيع اليوم الصباح في برنامجكم اكسبريسو. كما قلت لكم نمشي واحنا الان مع بين الجهات. اتخذنا لصفاقس معنا سي زياد الملولي استاذ وناشط المجتمع المدني في صفاقس. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام سي زياد. زين مش معنا. دونك سي زياد ملولي، كما قلت فما وقفه احتجاجيه يوم الاحد لمجموعه من متسكني ولايه صفاقس للاحتجاج على ما يسميوه معناتها اليوم معناتها المشاكل وظاهره نتاع الهجره الموجوده في صفاقس. سي زياد صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح النور، تحية ليك خويا وسيم وتحية لكافة مستمعي اكسبريس اف ام. فسر لنا شنو الموضوع بالضبط؟ الموضوع خويا وسيم اللي هي اليوم معناتها كما نحكينا وكما قلنا في عديد المنابر انه اليوم مدينة ولاية صفاقس الاسبوع هذا خاصة توافدت عليها اعداد كبيرة جدا مهولة، لانه الاعداد توافدت من وقت الكورونا وما كانش فما مشكل، وكان مجتمع مدني منهم احنا ومجموعه سايب التروتوار كنا واقفين معاهم ومع البلديات ومع السلطات الكل، ودخلنا في التلقيح في الباسانيتير. الفتره هذه ما قاوش كراء معناتها تلمو الاعداد توافدت على صفاقس، ولينا نشوفوا فيهم وين جاء السيد الرئيس في معناتها منتزه الام والطفل اليوم نشوفوا فيه معناتها اختيا جاري في القاعه، لانه تعبات المدينه ما عادش فما حتى الاحياء السكنيه اللي معناتها تعتبر ديار فيها مش غاليه برشا اليوم تعبات، وصارت حالات نتاع هلع ونتاع اجرام. امس برك في منطقه مش بعيده منا صار معناتها في النهار دخلوا زوز من جنسيه افريقيه معناتها حبوا يسرقوا ديجا، وجاب ربي الامن وصل في الوقت، سرقوا ذهب نتاع امراه دخلوا لها في النهار. دونك اليوم قلنا الامن نتاعنا الامن القومي مهدد، السلم نتاع الاجتماعي مهدد، اليوم حالات احتقان وخفنا زاد على الافارقه الجنسيات هذوما اللي اليوم يجموا يتعرضوا للعنف، اللي اليوم ما يلقوش ما ياكلوا، فما اليوم خايفين انه يعطيهم ياكلوا يوليوا يقعدوا لهنا. معناتها المواطن البسيط اليوم يتشكى ويحكي في المنابر ويحكي في على الفيسبوك ويظهر في معناتها الخوف نتاعو، يقول لك اليوم ما بقيتش امن، وليت نخاف من براكاجات، اليوم فما جرائم خويا وسيم، لكن في بعضهم اليوم يتعاركوا على فلوس حرقه، اليوم يستغلوا فيهم عباد باش يصنعوا في افلايك اللي هي ما هيش سلون لي فورم اللي هما سميوهم سلون لي نورم، اللي هي اليوم نحكيو على زوارق حديديه او الكونتاكت مع الامواج يغرقوا معناتها عباد معناتها ولات التاجر فيهم تاخذ في فلوس بتعطيهم في حوايج وعود واهية توصلهم في بلايص أخرى. هذا الكل دونك دبوشة وري وصلت لل معناتها بالمسنجر وبالجروبات ويوصلوا للعباد اللي سايس فاقت منطقة سهلة ساحل كبير قريبة للمبادوزة للحرقة، وان بلوس اللي ما يجمش وما يجمش يحرق اليوم فما عباد تحب تقعد لهنا معناتها حتى من غير خدمة. فما جمعيات وكما قلنا نشطنا معاها مقبل واليوم أطرت عملت، لكن ساي طفح الكيل اليوم ما عادش تجم تحصر العداد، ما فما حتى إحصائيات اليوم فما قلق كبير، وهيك علاش منظمات كما لوتيكا وكما التنسيقية البيئة والتنمية كما جمعيات عديدة كما حتى جمعيات حقوقية اليوم دخلوا معانا في النداء هذا. قينا برشا عباد تعيط الوقفات احتجاجية
قلنا نأثروا بويسك احنا ننشطوا في المجتمع المدني مع أصدقاء مدام فاطمة، معناتها ما عندنا حتى لا انتماء سياسي لا عندنا معناتها كور ولا منظمة ننتميه، بخلاف انه مجموعة سيد التروتوار مع مواطنين كما قلنا عاديين، صديقنا أسامة طالب، صديقنا هاني كيف كيف، الدكتور محمد علولو أمس وقف معنا، معناتها اليوم قلنا مش نقف بعيدا عن العنصرية. جوستومون سي زياد ما تخافوش انه العباد يقولوا اللي تعملوا فيه هذايا عنصريه، معناتها خاصه في استعمال كلامكم، مثلا انتم استعملتوا كلمه تقولوا الزحف نتاع، معناتها وين الليميت معناتها هنيه؟ شنو ما فهمتش شنو الكلمه اللي قلناها ما سمعتهاش؟ زحف نو زحف مجموعات من قلنا توافد، قلنا عباد عديد كبيره داخله اليوم برا وجوا وبحرا على سقيهم سقيهم مدمدمه، اليوم قلنا الحدود نتاعنا يلزمها تتراقب تكون محروسة، قلنا إذا كان فما تأشيرة ترجع لأنه حماية للمواطنين وحماية لهم هما من استغلال. اليوم عباد تنجم التاجر تاجرت بهم وتحب التاجر بالأعضاء، اليوم ديريزو قاعدة تتكون، اليوم معناتها عباد توصلهم بالكراوات وتهبطهم في أرياف ولاية القصرين وجيوا على سقيهم، فما اليوم نقل ما عادش يحب يهزهم. دونك علاش اليوم ما الدولة ما تتدخلش تنظم اللي عنده وجود قانوني والدولة سمحت له يكون موجود ومرحبا به، تونس بلاد حلت بيبانها في مش من تو من قبل، وتتذكر الثورة طلعنا من المخيم الشوشة، معناتها مع بعضنا عباد الكل اعلام كانوا الاف موجودين على الحدود. اليوم بعيدا احنا كي نقولوا دكاترة ونقولوا مواطنين وطلبة مش باش نخرج نقولوا معناتها راهو احنا عنصريين واحنا ما نحبوش العباد. اليوم فما تهديد لتونس كاملة، اليوم تهديد انه اليوم التوافد العديد الكبيرة هذه من غير رقيب وبلا حسيب شيء مخيف، لانه ما فمش تأطير ما فمش هوية نعرفوها. اليوم عباد تسكنوا معنا في احياء، ما عنديش برشا هبط فيديو زوز مش يقتلوا بعضهم على 50 دينار ويحب يكسر اللونات باش يقول لك نفتحوا، معناتها كانت على المباشر، معناتها اليوم فما عباد خافت فما عباد تبركات. يقول لك يا خويا التنظيم تو سامبلومون عندهم سنين معانا من 2019 اكتشفنا الاعداد الكبيره، لكن الفتره هذه لانه كما قلنا ولاو يقول لك فما سهلة نمشيوا لنا فما الجارتين، معناتها كي نقولوا الجزائر وكي نقولوا ليبيا اليوم مش قابلينهم ويرحلوا فيهم. دونك قاو مدينه ولي معناتها الدوله التونسيه حدودها محلوله، دونك يدخلوا يتعداو في الصحاري الكل. اليوم يلزم تنسيق مع الجارتين هذوما، يلزم رئاسة الحكومة رئاسة الدولة تتدخل للتنظيم ولحماية أمننا القومي والسلم الاجتماعي. اليوم عباد تطردهم وتنحي لهم تكريلهم بطرق غير قانونية. اليوم نحكيو على أول أمس أول حالة وفاة بمرض السل، نحكيو على 69 حالة، نحكيو على أمراض لباتيت سي في صفوفهم هما في العدوى، نحكيو معناتها الكل معناتها وزارة الصحة عندما تقول وزارة الشؤون الاجتماعية كيف كيف، معناتها هنا نداء انه تكون وقفة سلمية متاع ساعة من زمان من 9 للـ10، معناتها واللي باش يكون باش يجي مش يدخل من شيرة الأروقة، لأنه بالتزامن وبعدنا احنا بعد مع الاحتجاج فما حزب ده قرر باش يعمل وقفة احتجاجية في نفس المكان، دونك باش يكون يدخل هو من طريق العين، باش تتقسم الطريق 14 جانفي على زوز. دونك مش نوصلوا ميساج جمعياتنا الكل من اتفاقة المديانة من كيما قلنا شفاء الكازينو، باش نوصلوا دي ميساج نحميو بلادنا نحميو الافارقة اللي اليوم ملوحين في منتزه الام والطفل، لانه عجزت الجمعيات وعجزوا المواطنين انه معناتها يوفروا كل شيء، وعباد ولات خايفة يقول لك انا اليوم باش نعاون هذوما مش يقعدوا، لانه معناتها شفنا باب الجبلي شفنا قديش من فيديو تعدى، ما احناش عندنا مشكلة مع لون البشرة ولا على، وقلنا عندهم سنين ويخدموا معانا، فما اللي عنده أوراق وقرم رجلة البوسطة معناتها عدد كبيرة اليوم تجي. دونك وسيم معناتها بعيدا عن العنصرية وخطاب الكراهية واضح، حبينا نتفاعلوا معكم اليوم وقفة منتظرة مهمة في صفاقس وفيها رمزية مهمة للمتابعة، حابينكم تكونوا معنا اليوم صباح باش نفهموا الأسباب وباش نفهموا معك كيف باش تسير العملية دي وفي أنا إطار. شكرا لك سي زياد ملولي أستاذ ناشط في المجتمع المدني في صفاقس على تفاعلك معنا اليوم صباح في فقرة بين جهات.
اقعدوا معنا مستمعينا، مازلنا مواصلين، خليكم مع فاصل موعد اخبار ام الهني ثم راجعين. باش يكون معنا دونك سي هشام عمامي بعد شويه في بيتش اكسبريس، ثم مدير البنك الدولي في تونس ووزير الاقتصاد نحاولوا نتحصلوا عليه، حبينا يتدخل معنا مع مدير البنك الدولي هكا واكثر في برنامجكم.